تنعكس تداعيات الحرب في أوكرانيا على هذا المخبز الصغير في أحد أحياء العاصمة المصرية القديمة. فالخبز أو العيش كما يطلق عليه المصريون هو العنصر الأساسي في كافة الوجبات، وارتفاع أسعار القمح عالمياً يطلق جرس تحذير لصاحب المخبز وزبائنه. في طبقة ضعيفة مثلاً، الناس على قدهم عايزينها بنص موجود، في اللي هو مثلا الزبون عايز يعمل عايز اكل عايز عيش كبير، فيه ساعتك في عيش كبير ب2 جنيه كده. هو حمل على فكره على مجموعه كبيره من الناس، لكن برضو الدعم موجود على فكره للفقير، والدعم موجود، ورغيف الخبز المدعم موجود على فكره. مصر وهي المستورد الاكبر للقمح في العالم تتابع عن كثب الحرب بين اثنين من اكبر مصدري الحبوب، روسيا واوكرانيا، وهي بدات في البحث عن اسواق اخرى لتعويض النقص المتوقع في صادرات الدولتين. التحول لأسواق أخرى قد يكلف ميزانية الحكومة المصرية نحو 140 دولاراً في الطن، لكن الموسم الزراعي زف للمصريين أخباراً مفرحة. فالموسم الزراعي هذا العام كان مبشراً، وبلغ حجم ما اشترته الحكومة من المزارعين قرابة 3,300,000 طن. النهاردة لما بنتكلم على أن محصول القمح المصري طالع في الفترة اللي احنا فيها دي، وبدأ فعلا عمليات التوريد شغالة دلوقتي في للحكومة في صوامع الحكومة، يبقى مش هنتكلم على 3 أشهر، لا، انتاجنا هيقدر يكفينا في تقديري مع بعض الحذر يعني الاهتمام، ممكن جدا لحد نهاية 2022 نبقى مغطيين بشكل معقول. المسؤولون يؤكدون أن صوامع التخزين الحديثة وفرت الكثير من الإنتاج المحلي كماً وكيفاً، ويطمئنون أن الحكومة قادرة على تأمين الخبز للمواطنين حتى نهاية العام الحالي. إحنا ما زلنا زي ما بقول لحضرتك هنمشي على نفس الخطى، ماشيين على سياسة تدبير رغيف الخبز أياً كان، سواء بالموجود محلي أو سواء بالاستيراد، سواء بتعدد المناشئ من أي جهة. الرئيس المصري كان افتتح ما عرف بمشروع مستقبل مصر الزراعي، حيث تم فيه استصلاح زراعة 350,000 فدان، 40,000 فدان منها للقمح. المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتأمين أمنها الغذائي، وخاصة في ظل هشاشة سلاسل الإمداد التي باتت تتأثر وبقوة بالأزمات العالمية. أحمد عثمان، العربية، القاهرة.